خلينا نروح لأرض ملعب تاني واستكمال لقاءات ما بعد المباراة. سلا حامد ومحسن رمضان، اتفضل يا سلا. من جديد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا ضيوفك الكرام. وزي ما انت قلت يمكن حاليا انا معي واحد من نجوم طبعا منتخبنا الوطني لكره اليد، كابتن محسن رمضان. كابتن محسن طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك يعني على اول مبارياتكم في مشواركم طبعا في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد. شايف المباراه النهارده ازاي واداء جميع اللعيبه طبعا في المنتخب؟ انا اول حاجه اهلا وسهلا بيكم طبعا، انتم منورينا يعني في الصاله. يعني الحمد لله طبعا اول ماتش يعني احنا بناخدها خطوه يعني ان شاء الله، فاحنا بنستعد مثلا لبطوله افريقيا بقى لنا شهرين، كان عندنا معسكر في المانيا ومعسكر في الدنمارك، ودي اول ماتش الحمد لله عدينا على خير يعني غينيا، وواحده واحده ان شاء الله المستوى بيعلى معانا. طبعا المباراه النهارده غينيا، طبعا يا كابتن محسن شفنا يمكن المباراه ما كانتش قويه، ولكن طبعا انتوا استعدتوا لها بشكل كبير جدا. يعني طبعا هو قال الماتش مش قوي، يعني مثلا المستويات كلها ممكن بتاعت افريقيا ما بتكونش قويه زي مثلا الجزائر او تونس وكده، المنتخبات دي معروفه والقابها، يعني الجزائر واخده 7 ألقاب وتونس واخده 10، فطبعا الماتشات دي بتفرق طبعا، فديت احنا بناخدها خطوه خطوه وان شاء الله نوصل للسيمي فاينال. احنا معانا تونس متقال في السيمي فاينال، فان شاء الله بنستعد للماتش ده بقوه يعني باذن الله. باذن الله. يمكن طبعا تنظيم البطوله على ارض مصر ده بيديكم دوافع كبيره جدا، وكمان حضور الجماهيري شفنا النهارده يمكن بالنسبه لاول يوم شفنا حضور جماهيري جيد، يمكن ده كل ده بيخلي عليكم يعني حمل اكتر، وكمان عشان انتوا حامل اللقب اكيد بالتاكيد الموسم الماضي. يعني طبعا هي طبعا بتحط علينا ضغط طبعا الماتشات ديت، احنا واخدين لقبين ورا بعض وان شاء الله اللي احنا هنقدر نكسب التلات، بالذات ان البطوله ديت مؤهله للاولمبياد، فطبعا بالنسبه لنا لا طبعا احنا كمان الجمهور حاضر النهارده، بس احنا طبعا ان شاء الله مستنيين اكتر من كده، لان حضورهم طبعا هيفرق معانا كتير جدا يعني. طبعا عايز اعرف منك بقى الاستعدادات ان شاء الله، خلاص يمكن المباراه القادمه يوم الجمعه هتستعدوا ازاي يا كابتن؟ خلاص احنا بكره اجازه هيبقى عندنا تمرين يعني، بس وبعد كده بنستعد بقى واحده واحده وفيديوهاتنا مع باستور يعني وكده، وبنستعد ان شاء الله الماتش الجاي يعني باذن الله. توفيق يا كابتن محسن، وبشكرك جدا ومبروك برضه النهارده ان شاء الله، يعني طبعا مبروك بالنسبه للمباراه النهارده، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله المره الجايه. ميرسي جدا جدا وشرفنا بيك، والف شكر لك. شكرا جدا. شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني كابتن محسن رمضان، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، وده اللقاء كان مع محسن رمضان احد نجوم الفريق.